بجامعة الروح القدس الكاسليك، أهلا وسهلا فيك. والمشاغب المخرج والأستاذ الجامعي ناجي صوراتي يلي كلنا منحبه وأكيد مننطره دايما، أكيد موجود معنا حتى نحكي هلأ كمان عن هالنشاط يلي عم بتقوموا فيه بجامعة الروح القدس الكاسليك، تياتر إيدنتيتي إي سيرفي. أهلا وسهلا فيكم. بداية بس هيك إذا بدنا نحكي عن الحركة المسرحية، مدى أهميتها وقدي بالفعل الطلاب عم بيعرفوا قيمة المسرح وقيمة قدي مهم أنه يكون في عنا هالحركة الثقافية بلبنان. نحن عم نجرب نوصل لطلابنا هدف الأسمى للمسرح يلي هو اللي بيعكس هوية المدينة وهوية الأشخاص وهوية البلد، أهم شيء. وجربوا يفهموا أنه البلد يلي ما عنده مسرح هو بلد ما عنده هوية وما عنده ميموار ثقافية 100%. المخرج والأستاذ المسرحي والأستاذ الجامعي، خلينا نقول ناجي صوراتي، قدي عم بتحس هالطلاب هيك لما تكون أنت هالقدي عم تعطي من قلبك وهالقدي المسرح بيعني لك وهالقدي الحركة الثقافية بتعني لك، قدي بالفعل عم بيحسوا هالشي وعنا جيل ممكن نقول أنه ممكن هيك يحسن بهالحركة بالمستقبل؟ أنا بفكر هن الطلاب يلي بخلونا نعطي. حلو. يعني نحن كثير محظوظين، عنا فريق طلاب بجننوا من كل الكليات، يعني مش بس من مش طلاب مسرح بس، في معنا طلاب هندسة، طلاب صحافة، طلاب تلفزيون وسينما، وطلاب مسرح أكيد نسيت غير، وطلاب موسيقى. بقى بس تكوني عم تشتغلي مع مجموعة صغيرة، هن يلي بيعطوك، هن اللي بتصيروا يخلوك تطلعي، وبتصير عم تشتغلي لإلهم بالأول قبل ما تصير عم تشتغلي للمشاهدين. وهيدا العمل عمل يعني سبيسيال، لأنه عم نشتغل على شخصيتهم، هني ما عم بيكونوا ممثلين قد ما عم بيكونوا مؤدين، عم بيأدوا دور وبنفس الوقت عم بيضلهم شخص موجود على المسرح، لأنه عم نحكي عن تجربة صارت مع شخصيات تبشنا عليهم وتجربة صارت معهم هني كأشخاص. حلو. بقى بفتكر هيدي بتعمل بتخلق علاقة كتير قوية بين الأساتذة والطلاب. 100%. 26 أدار و27 أدار رح نتعرف على شو رح يصير في نشاط بجامعة الروح القدس الكاسليك وشو رح يشوفوا المشاهدين. نحن نحتفل باليوم العالمي للمسرح اللي هو بيوقع كل سنة ب 27 أدار. معالي الوزير الثقافة الأستاذ ريمو عريجي رح يفتتح هالنشاط ب 26 أدار الساعة 6. أكيد بيكون في له كلمة، كلمة نائبة البروفيسيونيل، نائبة الأرتيست بروفيسيونيل بلبنان السيدة شادية زيتون دوغان. رح بيكون في كمان كلمة رئيس الانستيتو انترناسيونال دو تياتر بالعالم، وأكيد كلمة معالي. من بعدها رح نقدم للمشاهدين مسرحية بعنوان نازحون، يلي هي بتحكي عن الأقليات المضطهدة بمجتمعنا وبالعالم، هلأ بالعالم العربي. خلينا نحكي أكثر عن المسرحية ناجي وعن النازحون يلي يعني يمكن نحن بفترة معينة نزحنا ويمكن هلأ كمان متواجد معنا بلبنان، كيف طلعت معك؟ عم بحس يمكن أنه صرنا بمرحلة أنه كلنا كل الوقت نازحون، مش بس الأقليات. هلا مهم نعرف إنه العمل مش مسرحية بالمعنى التقليدي، هو عرض قيد التطوير ورح يضلوا قيد التطوير بفتكر، لأنه عم يحكي قصصنا وقصص غيرنا، مش بس قصصنا. بس بفتكر وصلنا لمرحلة عم نشوف إشي عم بتصير بالعالم مش ممكن ما نتوقف عليها، رغم انه عارفين انه ما رح يتغير شيء، كانه الجرافه ماشيه ومش عارفين امتين هالجرافه رح تاخذنا معها. بقى حبينا نوقف شوي ونفكر، انطلقنا من فكره من الشعب الايزيدي يلي بفتكر من الاقليات المضطهدين، هن اقل ناس نحكى عنهم لانه اقل ناس في منهم بالعالم، بس بالنهايه بنحس حالنا بنشبههم كثير بكثير اشياء. وبس بلشنا نخبر قصصنا شفنا قديش قصصنا بتشبه قصصهم. بقى بفتكر هيدي شغله كثير مهمه.
دكتور جبران، كمان إذا بدنا نحكي عن 27 الشهر وشو رح يكون متواجد كمان ضمن البرنامج يلي عم تعمل؟ هلا التيماتيك هي كلها سوا مسرح هوية واستمرارية. رح عم نحن هلا بمرحلة تفتيش عن الهوية، هل المسرح عم يعكس مظبوط هويتنا؟ هل عم بيكون في أعمال مسرحية بتعكس هوية البلد؟ هل رح يكون في استمرارية للمسرح؟ لأنه هالأسئلة الكل عم بيسألوها عم يطرحوها وأكتريتهم عم ياخدوها بطريقة سلبية. هل في استمرارية للمسرح؟ نحن عم نجرب نأكد إيه من وراء أعمال كتار استضفناهم ب 27 الشهر حول طاولات حوار، إنه بعد في إنتاج مسرحي عم بيقوم، طالما في ناس عم بتفتش تعكس آلامها وتساؤلاتها وأحلامها وتفرجيها للناس وللطلاب، بعد في مسرح بألف خير. 27 الشهر رح بيكون فينا طاولتين حوار أساسيات. أول طاولة رح تحكي فيها السيدة رندا أسمر والسيدة بيتي توتال سفير والسيدة زينة دكاش وأستاذ جلال خوري. الطاولة الحوار الثانية رح بيحكي فيها أستاذ ناجي سوراتي، دكتورة حنان قصاب حسن، أستاذ أنطوان مسرة ودكتور إلي لحوت. يعني هون لما بدنا نحكي عن المسرح بحد ذاته ولما بدنا نحكي عن إنسانيا كيف نحن عم نطرح مشاكلنا، قدي عم بتأثر وقدي يعني إدارتك للممثلين عم تترك لهم شوي، لأنه كل واحد بالنهاية عنده وجع معين في ترجمه حتى لو ما عاشه مثل ما هو. صح صح يلي عم تقولي كتير صح، ومثل ما قلت قبل أنا بنطلق من الممثل. يعني في كتير ناس بيشتغلوا مسرح بيفكروا انه المخرج هو اللي رح يعطيهم، بس انا بعتبر انه المخرج هو اللي بيطلع منهم يلي بيخرج منهم شيء. بقى اوقات هيدا الشيء بيسبب شويه ضياعان للمؤدي للممثل، لانه اهين له انه نقول له شو يعمل، بس بالنهايه بس ننبش بشخصه بذاكرته بانسانيته باحاسيسه بتطلع الاشياء مزبوطه اكثر واحلى بكثير. بس استعملت كلمه الانسانيه، اول شيء فكرت فيه انه هالتساؤلات يلي لينا عم تحكي عنها، انه مسرح استمراريه وهويه، بالنهايه هي انسانيه استمراريه وهويه. انه هويه الانسانيه وين اليوم واستمراريه الانسانيه وين، مش بس المسرح اذا اعتبرنا انه المسرح مرآة للحياه وللانسانيه. يعني كل عمرنا المسرح بالنسبه لنا هو ثقافه وهو عبره بنروح بنحضرها حتى يمكن نبكي على وجعنا وحتى نكون عم ناخذ منها عبره ونظهر حتى نكفي. قد ايه رح نحس هالاحساس لوفانسيس؟ ان شاء الله ما نبكي. لا ما بدنا نبكي، بدنا هيك نفش خلقنا، بدنا نفكر. إيه؟ بدنا نفكر. هلا ما راح نفش خلقنا، عاده الناس ما بتطلع من عمل انا عملته مرتاحه. إيه؟ بتطلع متضايقه وبدها تعمل شيء، بس بدها تعمل. أكيد. هيدا اكيد. ان شاء الله نقدر نوصل للجمهور، وانا بفتكر باحاسيسنا رح نقدر نحرك شيء بالقليلة تساؤلات، لأنه بفتكر في عنا أسئلة كبيرة لازم نسألها وما لازم نمرق عليها مرور الكرام. يعني 100% وهول التساؤلات طلابنا عم يتساءلون، مشان هيك يعني هيدا الجيل الجديد. هيدا هو مستقبلنا. نحن وقت عرضنا الفكرة كتار إجوا لأنه كان عندهم تساؤلات ومش قادرين يحلوها وفكروا جايين يحلوها. نحن يعني ناجي استعمل هالتساؤلات وحرك لهم مشاعرهم من جوا أكتر وجرب يطلع أكتر من تساؤلات تفكير حول كل هالموضوع اللي عم بيصير، حول كل هالتهجير اللي عم بيصير، مين دايره، كيف عم بتصير، إذا بدك علاقتهم مع الإنسانية كيف رح تصير، علاقتهم مع الوجودية مع الله، مع الناس يلي كل يوم بيروحوا على أشغالهم، هل رح تضل هالعلاقة عادية ولا رح نقدر نحرك مشاعر الآخرين؟ فهون بس كريدت بنعطيك اياه، انه اكيد لو هن عم بيطلعوا يمكن يعطوك، بس بالاساس المحرك الاساسي هو اللي بخلي الشخص يطلع. صح. يعني مش حيلا حدا، بس مش لوحده، مش لوحده. طبيعي ما هو بالنهايه فيها التفاعل بينك، ولانك مسرحي وحساس وانساني وكل هالامور يلي متواجده هن الاساس حتى يطلعوا هال يمكن الطلاب كل شيء رح نشوفه ب 26 الشهر. يعطيك الف عافيه. و27 كمان.
بين العرض. اوكي اي ساعه؟ 25 26 27 الساعه 8. طيب وكيف تقولي 26 تحضر؟ بدي روح 27. فاذا اكيد ثلاث ايام فيهم يحضروا العرض بنفس التوقيت بالساعه 8 والدخول مجاني. دكور، بتحبي تقولي شيء بالختام؟ بشكر الاو تي في اللي دائما بتفكر بالمسرح. الا شيء، هيدي حركتنا الثقافيه، وهي لازم الواحد يبلش يتطلع. المسرح خلق من الحركه الثقافيه وهو محرك بذات الوقت الحركه الثقافيه. لازم الناس يتطلعوا بالمسرح مش بس كعامل استرخاء وبسط، إنما عامل محفز للتفكير بالمجتمع. نحن بنشكركم، يعطيكم ألف عافية، وكمان تحية للأوزاك لأنه دايماً عم بتفكر بهيدي الحركة يلي هي مش بس نحن عم ناخد شهادات كرمال هيك نكون استلمنا شهادة وميرسي، بالعكس حتى نكون عن جد على الأرض فعالين. وهي الحاضنة، هي الحاضنة والمنتجة للعمل. يعني نشكر الله في عنا مؤسسة عم بتفكر تنتج أعمال مسرحية وعندها ثقة بالناس اللي عم تشتغل عليها. أكيد إذا مثلك لازم. أهلا وسهلا فيكم، ميرسي لكم. مشاهدينا نحن لهون بنكون وصلنا.